وهتسمعي مغامرات وهتسمعي ممكن الناس تقول ده انا عندي بلاوي وعندي كوارث يا رحاب الحقيني اعمل ايه؟ طيب في البدايه ازاي نخطط لاجازه العزل المنزلي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بالاجبار دي؟ خصوصا ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين الازمه دي هتخلص امتى؟ أولا الأجازة دي هي أجازة مفاجأة واضطرارية وما كانش حد عامل حسابه عليها، وتختلف عن أجازة نص السنة، تختلف عن أجازة الكبيرة اللي هي آخر السنة. الأجازة الكبيرة بيبقى احنا عارفين إن دي خلاص ترفيهية وفي مصيف وفي خروجات وهنتفسح لكن دي لأ، ده في تقييد، هي أجازة داخل جدران البيت، فلازم نختلق مواقف وألعاب وفرص إن إحنا لا نشعر بالملل، إن الولاد ما يحسوش بالزهق، لأن الموضوع زي ما حضرتك بتقول إحنا مش عارفين أسبوع اتنين أكتر مطول قد إيه بالظبط، محدش إلى الآن يقدر يقول المدة هتكون قد إيه، فلازم يكون لنا تخطيط لليوم تقريبا. لازم يكون لنا تخطيط بالظبط. طيب في أمهات بتقولك أنا خططت وعملت كل حاجة ولعبنا وفرحنا واتنططنا وعملنا مكعبات ولميناها وحطيناها وكل حاجة عملناها، بس لسه اليوم طويل والولاد لسه حاسين بملل والأيام اللي جاية أكتر، أنا مش عارفة قد إيه الألعاب كلها خلصت، الأنشطة كلها خلصت، قوليلي أنا أعمل إيه عشان أكسر الملل الشديد ده؟ إحنا لو خططنا صح مش هنحس إن اليوم، بالعكس إحنا هنحس إن اليوم خلص وكان عندنا حاجات تانية عايزين نعملها لو خططنا صح. لا ده بجد حقيقي. لا قوليلي قوليلي يعني. احنا هنبقى قاعدين الولاد يا اما نايمين يا اما ياخدوا الحصص الاونلاين ما بتكملش مثلا ساعتين مثلا وخلاص هنطول نربع نقطع في بعض. طيب هنتكلم على ان عندنا حصص اونلاين وشغالين، الحصص الاونلاين غالبا هتبدا من 10 للساعه 1 للساعه 2 على حسب كل سيستم مدرسه او ازاي بالظبط كده، فدول ما عندهمش مشكله، ده ضاع عندهم وقت في الحصص الاونلاين. المشكله الاكبر بتكون في الولاد الاصغر سنا اللي هم اساسا ما عندهمش حصص اونلاين او مش مشغولين بشيء يقدروا يعملوه. هنقول ان احنا من فتره الصباحيه لحد طبعا هنقوم الصبح ونتوضى ونصلي، اذا في كده نلحق نقرا ايتين من ورد القران اللي عندنا، او اذا كان الطالب او الطفل بيحفظ شيء من القران، لسه ما بيحفظش ماما هتردد معاه الاذكار ربنا يحفظنا بيها ان شاء الله تعالى. هنقضي كده فتره تعليميه خفيفه لحد الظهر مثلا، اللي عنده اونلاين هيشتغل اونلاين واللي ما عندوش اونلاين زي روان كده ولسه صغيرين هنعمل العاب تربويه بسيطه تعدي الوقت معاهم لحد مثلا اذان الظهر. خلاص قمنا وتوضينا، ده كده في بريك، البريك ده ماما هتكون في المطبخ هتوضب الاكل بتجهز الغداء، الولاد هيكونوا كمان في استراحه ما هم كانوا بيدرسوا صباحا كان عندهم اونلاين. طيب الصغيرين هنعمل فيهم ايه؟ هنديهم حاجه تشغلهم على ما ماما تقدر تخلص المهمه اللي عليها. طبعا الام هنا دورها يعني دورين، الام كل بقت هي البطل على فكره، كل المهام كتير. تم تعطيلها وكل الموظفين تم تعطيلهم ما عدا ماما ما عدا الام. بالعكس اصبحت زاد عليها العبء فعلا كده، اصبحت مهامها مضاعفه من كل حاجه بقى، الوقايه، التنظيف، تجهيز الاكل، بابا في البيت، الاولاد منتظرين ان ماما عايزين ماما معانا عايزينها تتفرغ لنا وهي معذوره فعلا عندها مهام تانية. بالظبط، وده انا شخصيا بتعرض له، يعني مثلا ببقى واقفه في المطبخ بعمل حاجه ونوران لا انت هتلعبي معايا، طب العبي مع حد من اخواتك، لا انا انت هتلعبي معايا، انت هتقعدي على الكنبه جنبي، انت فحبيبتي انت بتبقيش عارفه بقى، يا اما تدخلي الطفل معاكي المطبخ وتقعديه ويفضل ينكشلك في كل حاجه ويلخبط كل حاجه وعلى ما تطلعي تبقي الدنيا اتبهدلت، يا اما بتسيبي اللي في ايدك وتطلعي تقعدي جنبه. والله اذا في شيء في المطبخ وانا بعمله يقدر يساعدني فيه يتفضل، يعني لو بعمل مثلا فطاير بسيطة كده بيتزا حاجة يقدر ان هو يساعدني فيها، طبعا هنغسل ايدينا كويس وهنعقم وكل التوصيات بغسل الايد تكون متوفرة، ويتفضل هديله قطعة عجين مثلا ويعمل فيها قدام عيني، وده الاطفال اللي هم ما عندهمش حاجة تشغلهم. اكلنا خلاص واخدنا وجبة الغداء وارتحنا، اذا في ساعة قيلولة اوكي، طبعا الاولاد مش عايزين ياخدوا قيلولة، هم عايزين عايز اقول لك ان اليوم كله قيلولة يعني في كارثة في موضوع النوم ده. بالظبط، فهنكمل النوم بان احنا نشوف بقى مهارات بعد فترة المطبخ اللي خلصت والغداء والكلام ده، اصبح الى حد ما في نسبة من التفرغ عند الام وعند الاطفال. على فكرة وجود الأطفال مع الأم مع الأب الجو ده جديد عليهم،
هما مش عاودين يشوفوا بابا وماما واخواتي كلنا موجودين في البيت في نفس الوقت وعلى طول، يعني مثلا مش يوم اجازه كل اسبوع او كل اسبوع، لا كل يوم في نفس الوقت متكرر. حتى اذا بابا عنده شغل ممكن بيخلص اونلاين، ماما عندها شغل بتحاول تنجز منه اونلاين اذا نفع معاها. نتفرغ بقى مع بعض كده، خلاص اللي عنده شغل خلصه، اعتقد على اذان المغرب مش هيكون في شغل، خلاص اللي عنده شغل انتهى، الغدا انتهى، خلينا نستغل فترة من المغرب للعيشة دي، فترة أسرية، فترة اجتماعية نتواصل فيها، نكتشف فيها ولادنا، فرصة أن أنا أعرف ابني مهاراته إيه، بيحب إيه، بيلعب إيه، إيه اللي بيمله أكتر في الألعاب.